أو الطريقة الثانية يا صبايا إنه أنا أرجع شو أعمل؟ طبق أومز لو على الآر 3/4 يعني، ولا أسهل من هيك أوكي؟ صبايا أهم شغلة ما نخبص، يعني أهم شغلة تعرفي أنت الفولتج اللي معك إياها هي الفولتج عميل أوكي؟ أو الطريقة الثانية إني أنا أرجع أطبق أومز لو على الآر 3/4 أور أبلاي أومز لو أون آر 3/4 أوكي؟ نفس الشيء آر 3/4 من هي الفولتج اللي عليها؟ أوكي هي في سي دي أوكي؟ وآر 3/4 هي 700 right so we 700 okay so v c d equal r 3/4 times i2 يعني i2 هي v c d على r 3/4 يعني 21 على 700 وبيطلع نفس الانسر okay 0.03 okay يعني ما بدنا نخبص clear هلا البارت الثاني طلعي لي v a e v a e شفتيها v a e v e b VAF وBFB اوكي سمبلي كثير سهله اوكي فاذا انت شو صار معك فاذا هيدا R1 اوكي هيدا R2 وهيدا R3 وهيدا R4 هيدا R3 اوكي معك الكرنت اللي جاي هو 0.1 ناقصهم 0.07 هون 0.03 لطلع الفولتج هون طبق اومز لو على R1 يعني V1 equal R1 مضروبة ب I1 أوكي؟ فإذا V2 اللي هي على R2 R2 مضروبة ب I1 V3 هي R3 V3 مضروبة ب I2 V4 هي R4 مضروبة ب I2 ليه؟ R1 معي إياها اللي هي ال 100 R2 اللي هي ال 200 R3 اللي هي ال 400 يمكن و 300 أوكي؟ جدا سهل هلا أنا صار فيني اسمح لحالي زيد بارت يمكن أقول لك مثلا طلعي لي الباور ديسيبيتد للسيركوت كله باور ديسيبيتد يا اما بتستغني عن هاي في طريقتين يا اما بستغني عن هودي كلهم بالار ايكوفالنت اوكي فاذا حتى طلع باور ديسيبيتد عندي طريقتين يا اما بستغني عن هودي كلهم بالار ايكوفالنت اللي هي طلعت 210 شو الفولتج عليها 21 شو الكرنت 0.1 سو الباور ديسيبيتد فيها تكون هي شو ار ايكوفالنت اي سكوير يعني 210 مضروبه ب 0.1 سكوير يا اما بتطلع باور الباور لكل وحده وبجمعهم يعني يا اما الباور بتكون P1 زائد P2 زائد P3 زائد P4 وبجمعهم اكيد بيطلع نفس الانسر ليه